ايه ده؟ مفيش حد ولا ايه؟ يكون النهارده اجازه وانا مش عارف. يا عم ده راجل حرامي يا عم، راجل حرامي واكل حق الناس كلها هنا. بقول لك ايه؟ اقفل اقفل، انا مش طايق نفسي. اقفل. السيد هو ايه اللي بيحصل؟ ده عيد ميلاد لطفي بيه المنتج، الراجل الحقاني اللي عمره ما خد حق حد. عيد ميلاد المنتج؟ طب ليه ما حدش قال لي ليه؟ وانا مالي انا يا احمد، انا مالي؟ كل سنه وانت طيب يا اشيك منتج في الدنيا. ميرسي يا روح قلبي، تعبه نفسك ليه بس يا نجمتنا؟ على الله ذوقي يعجبك. ده انت نفسك هديه. اوه نو، تري شيك. الحمد لله الحمد لله، كنت هموت نفسي لو ما عجبتكش. ما تعجبنيش ازاي يا عمرو؟ انت اي حاجه منك تعجبني. قولي لي مضيت عقدك ولا لا؟ لا لسه يا استاذ، ما حدش كلمني من عند حضرتك خالص. معقوله؟ تعدي عليا بكره في المكتب يكون عقدك جاهز. ربنا يخليك لينا يا رب. يا استاذ سيد الادوار بتخلص. ما حدش قال لي خالص ان النهارده عيد ميلاد المنتج، كنت عملت حسابي. معلش يا حبيبي، اصل هي كانت سربرايز بارتي. كمان سربرايز بارتي؟ يعني مش عيد ميلاد بس؟ يا ميلة بختياني. طب بقى انا شكلي ايه قدامه دلوقتي؟ شكلك ايه؟ هو يعرف شكلك اصلا؟ كلكم عايزين تنافقوه عشان فلوسه ومركزه، كلكم منافقين يا احمد. لا لا مش الفكره حضرتك، بص يعني انا محتاج اي فرصه في البلاتو، وبعدين ده كان حفله وانا كنت ممكن اخش بحاجه اخد فرصه، لكن خلاص بقى اروح اتفرج على مستقبلي وهو بيضيع قدام عينيا. طب بص يا احمد، انا بحبك يا احمد. بص خد انت اديله الهديه دي وانا هبقى اجيب واحده غيرها. بجد؟ انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. مش السيد انت عظيم. انا عارف يا احمد، بس اوعى حد بقى يعرف ان انا اللي اديتك الهديه دي عشان ما يبقاش شكلك وحش. لا لا لا، وانا عبيط؟ بس ايه الهديه تمام، اعتبر نفسي على الافيش. لا بس هي ملفوفه كده. وبعدين انت هتشك في ذوقي؟ يعني انا هغشك يا احمد؟ حبيبي يا استاذ سيد، كل سنه وانت طيب يا امبراطور الانتاج يا مترو جولدن ماير الشرق. شكرا يا حبيبي شكرا. والله يا فندم انا قعدت 3 ايام دايخ علشان خاطر انقي لك حاجه على ذوقي يبقى فيها من شبه حضرتك ومن روحك الجميله دي. شبهي وروحي؟ لا اتفضل حضرتك بقى، يا ريت تفتحها لان انا الفضول هيموتني، فعايز اعرف. فضول؟ لا عايز اعرف يعني راي حضرتك، فضول في راي حضرتك في ذوقي. انا اسمي احمد امين، شغال كومبارس في المسلسل هنا معاك، ونفسي بس في مساحه ان شاء الله متر في متر يعني اشوف النور بس. طرطور وعليه اسمي، ده معناه ايه يا حبيبي؟ ده لمسه بقى عشان نعمل جو من البهجه، عارف حضرتك محتاج ديكور. وكمان شاعر. يا جماعه تعالوا اسمعوا شعر الاكتشاف. هو ده، هي دي الهديه. شفت؟ سمعنا يا حبيبي. الله يخليك يا فندم، يا رب تعجبك بس. يا رب. استاذ لطفي يا استاذ لطفي، كل شتايم الدنيا ما تكفي. لا هي في الاول بتبقى صادمه بس بتحلو شعر يعني تخش. وبعدين قرعه كبيره شنبك عيره، شعر الصدر كثيف ومدفي، واكل حق الناس من يومك، مناخيرك اكبر من كتفي، مناخيرك اكبر من كتفي. استاذ لطفي يا استاذ لطفي. قلت لي يا حبيبي اسمك ايه؟ ريهام عبد الغفور يا فندم. ابقي قابليني يا ريهام لو شفتيها تاني. طيب مش هقدر تحتفظ بدي للذكرى، مش انا ده يخصني. انا هروح وشي في الحيطه لغايه الفسحه. اوكي. بوفيه. احنا المصريين نموت في الهيصه والاحتفالات والعزومات والهدايا، وعلشان يبقى فيه هدايا لازم يبقى فيه مناسبه، لو ما فيش مناسبه نفتكس مناسبه، هي كيمياء. علشان كده ما تلاقيش عندنا شهر يعدي الا لو في مناسبه او 2 أو 6. الفرعون المصري جاهز دائما للاحتفال، لو اتزنقنا قوي ما لقيناش مناسبه رسميه نعمل احنا مناسباتنا على قدنا بنفسنا، احنا صغيرين هنعمل مناسبه، اي مناسبه عائليه كده صغيره ونزيد، نطهر عيل، نقبض جمعيه، نجهز بنت، احنا بنعمل حفله للتنجيد يا راجل، بنحتفل بالمراتب والمخدات. في تلاكيك اكتر من كده من ايام قدماء المصريين، اجدادنا كانوا بيحتفلوا بعيد الفيضان. يلا النيل علي، الدنيا غرقت، زفاليط، طين للركب، الشوارع برك وحمامات سباحه وجو مش ظريف، يلا بول بارتي. فاهم؟ عيد وفاء النيل. عيد وفاء النيل ده تحس انه اصلا واحد فرعوني كان عايز يغرق مراته يخلص منها فاستعبط وعمل الفيلم ده. قال يعني قربان وتودد وعرفان والجو ده. بص يا عم النيل والله ما تغلى عليك، يلا يا وفاء هوبا، النيل هيزعل، هوبا وفاء يلا النطه فين حلوه يلا، ها دي هدايه مني ليك يا نيلنا انت سكره، خلص منها. وقال يعني لو ما عملوش الاحتفال ده في نفس الميعاد كل سنه النيل هيقفش ومش هيرضى يفيض. عيل قوي النيل ده، قفيش للدرجه دي يعني، مستني وفاء عشان يفيض؟ مش معقول. وهو دلوقتي ما بنرميش وفاء بس بنرمي حمير ومواعين ودواليب، فين الوفاء بقى فين؟ احنا مناسباتنا قديمه واصيله وليها بعد تاريخي، علشان كده تلاقينا ما نحتفلش بالساهل. طبعا جواز مثلا نعمل فرح ونحتفل بيه مره زي بقيه العالم مستحيل، فشر دي ليله كبيره يا معلم. جواز يعني الاتي: حفله تعارف، حفله قرايه فاتحه، حفله خطوبه، حفله شبكه تحب تضيف، حفله كتب كتاب، حفله التنجيد العجيبه ياه اللي حكيت لك عنها، حفله فرش البيت، حفله حنه، واخيرا الفرح او حفل الزفاف. لا الموضوع عندنا كبير مش هزار، جواز يا معلم ده اهم من ماتش غانا. وساعات الاهل بياخدوا هدايا واكل وكحك وزياره وبيروحوا يحتفلوا في الصباحيه كمان، افترى عملوا حفله بعد الحفله. بمناسبه الكحك، عيد الفطر، العيد الجميل بتاعنا بصومنا وبتاع، احنا كمصريين بقى سميناه عيد الكحك، اختزال مسطح وطفص. تتحول كل الهدايا في الوقت ده لعلب كرتون منقرشه جواها كميه سكر بودره هتترمي غالبا لانها بتعيش في قعر العلبه من تحت، ولو ما جبتش يبقى عيبه. وكل الناس بتشتري لنفسها وبرضه بيهادوا بعض بكحك وغيبه وبتيفور وكميات مهدره من سكر البودره وهم عندهم جوه. عيد الاضحى احنا سميناه ايه؟ عيد الفته او عيد اللحمه، انتوا بتاكلوها قرديحي. الجدير بالذكر ان العيد الاضحى ده هو العيد الوحيد اللي المفروض انه رسميا فيه قبل منه وقفه، ليه؟ عشان في ناس في الحج بتبقى واقفه. مع ذلك احنا بعون الله عممنا التجربه والتجربه نجحت وما حصلش اي مشاكل. بقى عندنا وقفه العيد الصغير، وقفه عيد العمال، وقفه عيد تحرير طابه، وقفه الفالنتاين وغيرهم، تلاكيك اي مناسبه تيجي يبقى لنا هنا وقفه. في الاعياد الوطنيه دي بتبقى مرتبطه في وجداننا بالافلام العربي القديمه. ازاي؟ شغل بقى الذاكره معايا. ازاي بقى؟ عيد تحرير سينا، الرصاصه لا تزال في جيبي، ايوه معروف. 6 اكتوبر، العمر لحظه، مجدأ مثلا، ثوره 23 يوليو دي ايه بقى؟ الايدي الناعمه وده بيلمس مع عيد العمال ساعات، يعني بيجيبوه هنا ويجيبوه هنا. عيد تحرير طابه، بدور. والدراما المصريه غطت المنطقه دي بالكامل، هرستها جامد يعني، ما سابتش اي حاجه لخيالنا. انا اول ما بسمع قصص اللي ضحوا من اجل الوطن اول واحد بينط في دماغي الفنان محمود ياسين والنجمه ناديه الجندي، خلاص ما بقاش عندي خيال، بشوف دول بخاف منهم. عندنا بقى شويه مناسبات اجتماعيه على الماشي كده، زي عيد الام اللي هو ماما بتبقى مش عايزه اي حاجه فيه غير هديتها الحقيقيه اللي هي نجاحنا وتفوقنا وسعادتنا وغسالة اطباق وطقم توابل واشارب، صح كل سنه كده. شم النسيم، وده الهالوين المصري بقى، عيد الهلع بتاعنا. تحذيرات سنويه من ازدياد اعداد القتلى من الفسيخ، اخبار عن ضبط الكميات من الاسماك الفاسده، نصائح عن تفادي الموت بالتسمم في اليوم اللطيف ده. هلع سنوي، هالوين احنا، وما بنتوبش برضه. كل ده غير المناسبات الشخصيه بقى، اعياد الميلاد، الجواز، السبوع، التخرج، الافراح وغيرهم. وطبعا المناسبات كلها عندنا الحمد لله مربوطه بالاكل، ويبقى يومي اسود ومنيل لو نسيت مناسبه واحده من كل دول وما جبتش هديه في كل مناسبه من دول. طب بالذمه افتكر كل ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ بالمناسبه مولد النبي على الابواب، يعني حلاوه المولد، العروسه، الحصان، قرص الجبس الابيض اللي بيفضل لوحده في العلبه بيعيش كده سنين بعد ما كله يخلص. تقريبا بقى بيعملوه بلاستيك دلوقتي عشان يبقى ديكور وخلاص، سلعه معمره هي عايشه معاك، بقت خامات تانية مش لازم تبقى سكر ولا حاجه. الاقراص دي انا بسميها خالعه الاسنان اللبنيه ومحطمه الاسنان الدائمه والقواطع، علشان ضيعت لي حاجات كتير في حياتي. قول لي صحيح ايه بمناسبه مولد النبي؟ خير معكش حاجه؟ انا يعني كنت جايب حاجه على قد كده بس ما تغلاش عليك يا احمد حبيبي، معايا حته كده عجب، لفيت مصر القديمه كلها من ابو سالم يا معلم. بالراحه يا احمد، بالراحه بالراحه. ايه ده؟ دي فوليه؟ ايوه يا ابن اللذينه، ايوه يا معلم بقى، تحت لسانك ودوق. بس دي غاليه، استنى. ايه؟ حاجه كده تحت الحساب بس يعني يا احمد المشوار والعربيه معلش ان شاء الله ابقى اديك قدهم اول الشهر. طب بقول لك، مش عايز حته بسيمه تبلع بيها؟ بسيمه؟ بسيمه ومين يقدر على البسيمه النهارده؟ صباح الفل والجمال والذوق العام يا أستاذ هاني، يا أجمل وأجدع وألطف وألذ زميل في الدنيا كلها. ولو إن الدخلة مش مريحاني لكن صباح الفل يا أستاذ فتحي. خير يا فندم؟ خير طبعًا. النهارده أول الشهر وفي إشاعات بتقول إنك قبضت المرتب. يا ربي، يعني أكيد معاك فلوس. يلا يا بطل، ظروفنا في الظرف ده 100 جنيه. لا لا ميرسي، انا ما بخشش جمعيات. شكرا. جمعيه ايه يا استاذ هاني اللي ب 100 جنيه؟ ده ال 100 جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي. احنا بنلم الاستاذ شكري عشان يا حبيبي طالع على المعاش. ما احنا بقالنا 3 سنين بنلم الاستاذ شكري علشان طالع معاش، وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط، وانا ادفع، بعدين يمدوا له سنه نفرح، بعدين يطلعوه معاش، نجتمع نعيط وانا ادفع. بص يا استاذ فتحي، انا مش هدفع لاستاذ شكري في معاشه الا لما اشوفه قاعد في البيت كده 3 4 سنين بالجلابيه كده ومرتاح وسط ولاده. خلاص، وسيبني اكمل شغلي والنبي. طب كده بقى انا مش هكتب اسمك على الظرف يا استاذ هاني، وانت الوحيد كده اللي اسمه مش هيتكتب على الظرف، وهتبقى فضيحه. انا هبقى اكتب اسمي في البيت، انا على الثلاجه كده هتصرف انا، معلش. ماشي، بس بقى لما الزملاء يعرفوا ان انت ما رضيتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس، ما تبقاش تزعل. وبعدين يا استاذ هاني انت لسه جديد هنا، يعني المفروض تجامل على الاقل 5 6 سنين عشان تقدر تعيش وسطينا. جامل جامل عشان ما تتفضحش، وبعدين ما احنا هنبقى نجاملك. اني انا مش عايز اي مجاملات من اي حد، لكن حاضر يا استاذ شكري. برضو احنا عندنا كام شكري؟ ايه ده؟ الظرف كله 5 جنيهات، امال انا ادفع 100 ليه؟ اشمعنى انا؟ علشان انت رجل اعزب، ما عندكش مسؤوليات. قولي بذمتك، انت بتشتري بامبس؟ لا انا ما بجيبش الحاجات دي. طب ايه رايك بقى اللي انا لغايه دلوقتي بشتري بامبس؟ طب ما تشوف حل للقصه دي، تشوف علاج ولا اي حاجه. حبيبي يا استاذ هاني والله. بامبس عشان انا ما بجيبش بامبس يبقوا كلهم يشطفوني؟ سكيورتي يا هاني، صباح الخير. صباح الخير يا رئيسه، معلش انا نص ساعه واخلص التقرير، معلش. ليه يا قلب امك، على الاقل من مهلك، براحتك خالص. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، احنا اول الشهر بقى، شغل لي مخك. ما انا عرفت المعلومه القيمه دي من الاستاذ فتحي. في حد طالع معاش او اترقى او اترفد او اتعين في اداره تانية خالص، او بيفكر يشتغل معانا في الوزاره عشان نلم له كلنا. يا ابن الذين دمك زي العسل. ربنا يخليك. لا يا نور عيني، احنا بنلم للبت حنان اختك اللي في اسم المشتريات. عقبال عندك حامل. عقبال عندي حامل؟ حضرتك انا مش متجوز، بعدين اكيد لاحظت ان انا راجل فمش هحمل في الفتره دي. اقصد يعني لما تتجوز ان شاء الله. انا هتجوز ازاي بس يا مدام صفاء وانا مرتبي مكفيني؟ انا بجيب بقسماط وجبنه براميلي، وبقيت المرتب كله رايح على الهدايا والمجاملات. حتى هاسكي قاعده في البيت من غير اكل والله. هاسكي دي قاعده معاك في البيت؟ قاعده واكله شاربه نايمه من غير جواز؟ لا 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 حضرتك فاهمه ايه، لا هاسكي دي كلبه كلبه. اخص عليك يا هاني، اسكت اسكت، مش عايزه اسمع الكلام ده، انت حر في حياتك، ولو ان اللي ترضى بكده تبقى كلبه و60 كلبه والعياذ بالله. لا ترضى ايه حضرتك، بقول لك دي كلبه حقيقي، كانت مرميه في الشارع بردانه ووحيده كده، فاخدتها معايا قلت المها بدل رميه الشوارع، وهي بتقعد معايا بالليل نلعب نعمل. بس ما تسختش، عيب الكلام ده. يلا يلا شوف هتديه البت يا حنان كام، خليني اكتب اسمك واخلص. يا مدام صفاء انا جاملت الوزاره كلها ومفيش حد جاب لي ولا حتى هديه. يا ضنايا يا ابني. طب اقول لك خلاص، قول لي عيد ميلادك امتى وانا هلم لك بنفسي. 29 فبراير. خلاص يا حبيبي من عينيا الاثنين. 29 في بس ده مش هيجي السنه دي. شفتي؟ ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها، ده تاريخ بيجي كل 4 سنين، وانا غالبا في اليوم ده ببقى يا اما عيان يا اما واخد عارضه. وحضرتك انا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عمليه ولا هشتري عربيه جديده، وخلصت الاعدادي والابتدائي والجامعه وكل حاجه. ما هو بص بقى يا هاني، لو ما جاملتش هتتفتح وسط زملائك. ادي قصه الفضيحه. وبعدين تعالى اما اقول لك، البت حنان دي قريبة مدير الإدارة الأستاذ يسري، افهمها أنت بقى. يلا خلص وانجز، جامل عشان تتجامل يا هاني. حاضر يا مدام صفاء، أنا أصلاً شخص مجامل، أحب حبيبي يا هاني. طب واسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة؟ لا يا حبيبي، أنا اسمي يتكتب ليه؟ أنا قديمة أدفع، أنا الرئيسة يا واد. التقرير يخلص بسرعة، ما تتأخرش عليا نص ساعة ويبقى على مكتبي. حاضر. الهاسكي قال مالهم بنات البلد؟ قهوة، أحلى قهوة الأحلى أستاذ هاني، تروق بالك يا أبو الكرم والمفهومية والذوق. الهزة دي بتاعت أول الشهر أنا عارفها. أؤمر يا عم علي، في حد عندك حامل، اتخطب، حد طالع الحجاز أو راجع من الحجاز أو قاعد في ميدان الحجاز فنلمله كلنا؟ لا والله يا أستاذ هاني. أنا بس عم شوقي بتاع الأمن عرفت انه هيعمل عمليه بكره. الراجل غلبان قوي وعنده هايل كتير كتير قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. وعم شوقي ده رخم قوي الصراحه، لكن المرض ما فيهوش كلام، يعني هيبقى رخم ومريض جامد. الراجل هيعمل عمليه في حته وحشه قوي، ربنا يكفيك شر الفضيحه. مش فاهم ايه حكايه الفضيحه دي. حاضر حاضر خلاص. انتوا لميتوا له كام لغايه دلوقتي؟ هو مين؟ عم شوقي بتاع الحته الوحشه. لا ما هو يا استاذ هاني بيه انا ما اعرفش لان مش انا اللي بلمله. الله، امال ال 100 جنيه اللي انت ظبطتها مني دي ايه؟ محمد ابن عقبال عندك نجح في الاعداديه والواد هيموت على الايفون، ايفون جديد. يعني انت واخد ال 100 جنيه عشان انا مالي ومال الايفون؟ اعداديه ايه وبتاع ايه؟ ربنا يكفيك شر الفضيحه. بارك لي ترقيت. هاني انا اتخطبت. مبروك. انا اتخبطت يا هاني. لا ألف سلامة. بدل الفضايح. فرح أسماء، حنة علياء، خطوبة شيماء، أحزان السماء. هتتفضح. سيبه يا فتحي يمكن عايز يتفضح وسط الزملاء. إيه حكاية هتفضح؟ هتفضح. لو عايزين فضيحة حلوة أعمل لكم فضيحة حلوة وكل واحد بقى يعرف اللي ليه واللي عليه. الأستاذ شكري اللي بيقبض ويجري، اللي الحكومة بتمدله وإحنا بنعدله. وأسمع سلام للأستاذ فتحي اللي ماشي وسطينا متعنطز وبيستلف تمن البامبز. وعم علي كمان مرة، عم علي يعني البوفيه تجار المية السخنة، يعني السف والإهدار، اللي عايز أيفون هدية علشان ابنه في الإعدادية. ومدام صفاء الرئيسة أول وتاني اللي ما دفعتش في ولادة أماني، والجاي يقول اللي رايح وكتر من الفضايح، وبكرة الحساب هيجمع وخلي الدنيا تولع. مش نقوم نذاكر بقى يا حبيبي عشان أجيب لك العجلة اللي وعدتك بيها؟ هي يا بابا هتجيب لي العجلة؟ حقيقي هقوم أذاكر. بابا 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 أنا نجحت في الابتدائية، مش هتجيب لي العجلة اللي وعدتني بيها؟ ابتدائية؟ هي دي شهادة؟ الشهادة الحقيقية لما تنجح في الإعدادية، وبعدين قوم ذاكر عشان أجيب لك العجلة اللي وعدتك بيها. أوه يفعلك، هتذاكر السنة الجاية. يا بابا يا بابا أنا نجحت في الثانوية، مش هتجيب لي بقى العجلة اللي أنت وعدتني بيها؟ ثانوية؟ هي دي شهادة؟ لما تبقى تنجح في الجامعة هبقى أجيب لك العجلة اللي وعدتك بيها. اتفضل ذاكر. امشي عدل. مساء الخير يا حاج. معاك الرئيس التنفيذي لاكبر شركه صناعات ثقيله في الشرق الاوسط، وبروفيسور البايوفيزيكس في جامعه هارفارد، والمستشار الاعلامي لوكاله ناسا، وواحد من اهم رواد الحركه التشكيليه، حصل على جائزه نوبل مرتين ورا بعض، وبطل العالم في البينج بونج في اولمبياد لندن 2012. مش هتجيب لي بقى العجله اللي وعدتني بيها يا حاج؟ اهلا بيك في حضره الشيخ سعيد الدجال. اكشف المستور من ورا البحور. وعندي حساسيه في صدري من البخور. اموريني يا ست الكل. 10 سنين متجوزني ولا عمره دخل عليا بهديه. اتصرف لي بسرعه في الحكايه دي. عايزه جوزك يجيب هديه. لا حضرتك كده عايزه يا اسامه منير يا سوق .com، انا ماليش فيه. نيكست. ليه صبرك عليا؟ هو انت مش دجال ولا ايه؟ لا بمعنى يعني تفك عمل، تعمل عمل، تحضر عفريت وتلبسه. نعمل حاجه. نتصرف. نعمل شويه شغل خلاص يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنه ورعشه والحاجات دي. اصل انا كمان الحاجات دي بتخليني اشوف حاجات وحشه بالليل يعني. حمو يا عم سعيد عندي حوار مع جنيه هخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وجلب الحبيب بتاع الدكتوره منى؟ بقول لك ايه، هي زعلت مننا المره اللي فاتت لان الجلب ما كانش طازه. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا، هنعوز شويه معلومات جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. بعت لك كل المعلومات على الواتس، افتح العصايه واستقبل. افتح لك اوتو ستوب. اتكل على الله. انت ازاي بتقولي ما بيجيبش هدايا؟ نبي ما بيجيب. لا ده جايب هديه اهو. مش انت هياتم ترتر اللي شغاله في كباريه الاخلاص؟ هياتم ترتر؟ ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، بيغيريه مش مشكله. لا ايه ده ايه ده، انا عندي كمان جايب لرشا وعلياء وفي نشوه طويله جدا. ده لا ده في روي كمان، ده كلب ده. يجيب هديه للرقاصه وما يجيبليش حاضر. هي دي مشكلتك؟ انا بقول لحضرتك ده جاب لي كلب وما جابلكيش. انت متخيله؟ متخيله. انت حضرتك تطلعي من هنا على ريهام سعيد، احنا هنا برنامج كوميدي، ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانه زوجيه وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمدي. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال، يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا؟ دي كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايز دي انا اعرف. انا دجال دجال. شوف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهارده؟ اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل لما بجيب هديه لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هديه لست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيبلهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافه باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شويه. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجه سبيشيال، حاجه هي بتحبها قوي وكانت غاليه قوي 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 قوي، وبرضه مش عاجب. ايه ده؟ جبت لها ايه؟ جبت لها إيه؟ انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهه الصغيره دي، اخلص. جبت لها علبه الوان 260 لون. 260 لون؟ يا حبيبي انت متجوز واحده في تانيه تاني يا حبيبي. انك تجيب هديه للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هديه للست تحسسها انها وحشه ولا كبيره ولا تخينه ولا حتى عاديه. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجه. بقول لك ايه، انا هعمل لك عمل هخليها تحبك وتحب اي هديه انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت الصناعيه بتوعي؟ ولا ولع في المكان ده كله واروح ابات في شقه المانيال عشان تصدق اني دجال؟ يا اخي دجال دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال يا مولانا. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل. هنعوز جل شعر للولا حمو، وهنعوز سمارت فون لسيد. سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ديك، ركب نمل، وراك فراخ؟ لا ما يعني حضرتك مش داخل عند فرارجي، لا الكلام ده كلام قديم. العفاريت دلوقتي بقوا حاجه تانية خالص. اكتب بقيه الطلبات، ركز. هنعوز اكس بوكس لعصام العفريت لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق. و10000 جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريته معانا برضه بس ما بيعجبهاش اي حاجه فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاها. قصدك يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ يا دي النيله، ما قصديش حاجه يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هديه بس يا بابا. بقول لك ايه، انصرف انصرف، مصلحتك مقضيه، مصلحتك مقضيه، سيبني في اللي انا فيه، انصرف. السلام عليكم. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجه؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى يا حبيبتي. انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبه كتكوت، رجل نمله، اي حاجه وخلاص. لكن انت مش موقف، فظيعه فظيعه. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجه وتيجي عندي وتعطى. انا دجال بس مش بابا نويل. افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها؟ اعمل فيكي ايه؟ يعني اولع في نفسي؟ اضرب الوضع عشان افهمك؟ ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى؟ طب يا نجوى انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى؟ يعني يوم ما تسخط نفسك لدبدوب؟ ايه الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز. بص بقى، أنا مش هكلمك عن إزاي تجيب هدايا حلوة، ليه؟ لأن الهدايا الحلوة مفيش حد بيتوه عنها، بتبقى معروفة وغالية وكلنا عارفينها كويس، بس يعني بنستعبط، بنستحرم، بنسترخص. علشان كده أنا النهاردة هكلمك في الأهم بقى، هكلمك عن الهدايا الوحشة اللي مهما حصل أوعى تجيبها. مبدئياً كده قاعدة عامة، الغرض من الهدية إيه؟ إنك تسعد بيها حد، مظبوط؟ تجيب هدية ليه؟ تديها لحد ينبسط اخيرا قضيت. صحيح. يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هديه كيف تخسر وزنك الزائد باسهل واسرع الطرق، او 75 نصيحه ذهبيه للتخلص من ترهلات البطن والفخاد، ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من ترهلاته؟ دي شتيمه كده مش هديه. بمناسبه الكتب برضه، بلاش الكتب بتاعه التنميه البشريه اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي، او من حرك قطعه الجبن خاصتي. مفيش اي داعي انك تفكر حد بتعاسته او فشله او جبنته او فخاده المترهله، مفيش داعي، خليك حسيس. حاجه تانية، بلاش تجيب لحد منتجات او مستحضرات ليها علاقه بالنظافه الشخصيه. ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو، شاور جل، صابون معطر، مزيل عرق، حاجات في السكه دي. لا انت مالك، معلش وانت والدته يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا ده ما ياكلش، هتطلع برضه بجح بالنسبه له، قليل الذوق وشلحف. اي نعم مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته، دي الناس كلها شايفه ان دي هديه ممتازه، بس برضه ما شتمك الا اللي ليفك. اوعى تجيب هديه فواحه، معطر جو، منقي هوا، دي انت كانك داخل عليه بتقول له كل سنه وانت طيب ريحتكم شربات مع بعض، عارف؟ او الف مبروك عربيتك مكمكمه قوي فانا قلت انقذ العالم من القرف. خلاص هاخد الفكره دي على استقامتها عشان ما ارغيش كتير. ركز معايا، مش هنجيب كورسيه اللي هو يظبط الكرش وده مفهوم، مش هنجيب فات بيرنر، مش هنجيب شاي دكتور منج الصيني الاصلي، بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن، فاهم؟ صيني واصل، كل ده ما ينفعش. وطبعا طبعا مش هنجيب ميزان، لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظه، الميزان هيعذبه لسنين طويله، كل ما هيقف هيشوف ويحزن. فبلاش الهدايا العمليه بقى، بتنفع ومفيده بس ما بتفرحش. علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظره الاحباط على وش واحد بيتقدم له شرابات هديه، مثلا 3 شرابات مع بعض، او طقمين غيارات، او كلسونات وبيجامه كاستور، هدايا محبطه اللي واخدها ومش عارف يفرح. وبيبقى الاسوأ من نظره الاحباط دي اللي على وشه. سؤالك الرخم انت بقى اللي هو ها عجبتك الفانيلات؟ هتعجبه في ايه الفانيلات دي؟ فانيلات انت ما تقرصش عليه بقى، انت سيبه خلاص. نصيحه عامه، ما تجيبش حاجه على ذوقك الشخصي قوي، يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له الهديه. انا مره خالتي جابت لي بيجامه جينز وقابلتها بعدها في عزومه، قالت لي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم؟ قلت لها ما انا مش هخرج ببيجامه يعني يا طنط. قالت لي دي مش بيجامه اصلا، وقعدت تاكل فراخ وتعيط. انا ما فهمتش خالص، ما بقتش عارف اعمل ايه. الاسوأ بقى من الهدايا العمليه انك تجيب لمراتك هديه جيوفيزيائيه، بايوكيميائيه، جيلي مهلبيه، الحاجات دي زي ايه مثلا؟ اما تدخل عليها جايب ميكروسكوب، كره ارضيه، قاموس المورد التخين ده، او بوصله، طقم براجل ومنقله، وهي اصلا تكون مثلا بتشتغل حكم كوره، HR، حاجه ثانيه. المفروض انها تفرح ببرجل ليه معلش؟ يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع؟ يعني على الاقل حسسني ان جيت في دماغك ثواني كده وانت بتجيب الهديه، فكرت فيا، خطرت على بالك، شويه اهتمام بشلن. عكس بقى الهدايا العمليه، هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمه، والنوع ده بالنسبه لي مستفز جدا. تتحسب عليك هديه، ممكن جدا تبقى غاليه وملهاش اي معنى ولا فايده ولا اي زفت. زي ايه؟ كل الحيوانات الفرو بكل اشكالها والوانها واحجامها، مخيفه جدا، ملمسها سخيف، بتزحم البيت، تحس كده ان انت عندك ضيوف في الاوضه طول الوقت. بس فالنتاين وحبه بتاعه، فالنتاين ما احنا بسبب الفالنتاين ده ماما مقعده دبدوب كبير على فوتيه في الصالون بقاله 20 سنه واحمر، حاجز كرسي كده، شغلته كلها انه بيلم تراب، وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقه دي. مساء الخير يا فندم، معاك جمال الدبدوب بلم تراب. مساء الخير. لا والحاجات دي تحس ان هم بيراقبوك طول الوقت، حاسسينك بالتوتر، تلاقي الدبدوب قاعد معوك كده وباصص لك. هدايا الكلام الفارغ دي في منها كتير بقى، مليين البيت عندي والله. في طبعا العيال الخزف الصغيره زي اللي بتيجي في علب السبوع دي، عاملين اوضاع غريبه كده. عندي كتير بقى، انا بفكر اقفل بيهم البلكونه من الكميه. في الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ، جميله بتعورك وفيها قلب وحرف وسن مقاطع لك البنطلون، لطيفه قوي تحفه. كل الكلام ده ابعد عنه، ما تجيبش حاجه خالص اكرم لك. انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبه السبوع، وما تجيبش البتاع الخزف العره اللي بيبقى معاه ده. انا لما اتجوزت عمتي جت تبارك لي وجابت لنا زرافتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي، مش بحجم الخشب الطبيعي، لا بحجم الزرافه الطبيعي، وبرواز كبير مذهب تخين في صوره منظر شلال بينور ويطفي، وصندوق بلي. انا لحد النهارده بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد، بالذات الزرافتين الافريقي دول، هل دي رساله مثلا؟ يعني عايزه تقول لي ان انا مطور رقبتها؟ انا مش فاهم. كان عندي خال برضه الله يمسيه بالخير، كان دايما يجيب لي كل سنه في عيد ميلادي شهاده استثمار من الفئه ج، كل سنه نفس الهديه. اهل الهدايا دي اللي لا عمليه ولا حلوه ولا مفيده ولا جميله ولا اي حاجه، هي اسوأ نوع. لا لا ثواني، في الاسوأ، الهدايا قليله الذوق. لما تجيب لحد كبير في السن شويه جهاز قياس السكر مثلا، او جهاز ضغط، او مشايه غاليه وكل حاجه، بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن. ليه قله الذوق دي؟ هتقول لي اصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده. لا ولو برضه ما تعملش كده، على الاقل ما تجيبوش هديه، هاتوا بدون مناسبه يا اخي، خلي عندنا تمييز. وفي هدايا كده بتبقى غامضه، تفضل تقلب فيها يمين شمال، انت بتسال ايه دي؟ ولا ليها كتالوج ولا كتيب تعليمات ولا اي حاجه. انا حصل لي كده مع صاعق الناموس الكهربائي ده، قعدت اكتشف فيه اسبوعين، كان معاه ورقه مكتوبه بالصيني كده وانا مش فاهم. طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش، قعدت يعني استعملته على هذا الاساس فتره، كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات، ففهمت انه جهاز مساج للظهر. عجبني بقى جدا، هو بيوجع بس للظريف يعني، عملت بيه جلسات طويله. فين وفين لما اولاد الحلال فهموني انه بيقتل الناموس، كنت خلاص بتعالج من كهرباء زياده في المخ في الفتره دي، بس عملوا لي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله. فيا ريت ما تجيبش لحد هديه من غير ما تشرح له دي ايه. اهلا وسهلا. سيد عبد الرحيم العسوي. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده يا سيد بيه؟ عقارات واراضي وسيارات ومصوغات، ده كل ده من مرتبك كموظف في الحكومه يا راجل يا طيب. تصدق بايه جنابك؟ قول ونعم بالله. ونعم بالله. انا شخصيا مش عارف كل النعمه اللي انا فيها دي منين، انا حاسس اني ما استاهلش، لكن تقول ايه بقى، ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب. ولا نسال يا ابراهيم؟ لا ما تسالش يا استاذ، نسال بقى ويبقى ركبنا الوزن. اسكت، انت بتتكلم بصفتك ايه دلوقتي؟ قول له الحته اللي حفظتها لك. بصفتي مسؤول الشؤون القانونيه مع استاذ سيد. هنتيمي يعني انت المحامي بتاعه؟ لا ما تدلوش اكبر من قدره كده. لا ده هو انا بقول الكلام وهو بيقول حاجات صغيره في النص كده دمها خفيف. طب ما افهم. لا تسمع سيد بيه، انت دلوقتي جاي عشان نحقق معاك ونعرف الاملاك اللي عندك دي من اين لك هذا؟ جات لك منين؟ رشاوي ولا عمولات ولا ايه بالظبط؟ شوف جنابك، انا كل ما املك من الدنيا، ولو ان الواحد ما يملكش حاجه. النبي تملك كتير. لا والله ده احنا امناء عن نعمه. تملك باخلاقك. انا كل ما املك من الدنيا من عرق جبيني، واذا كان فيه رفايع ولا حاجات صغيره كده فهي كلها في اطار الهديه اللي بتبقى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض. والنبي قال لك تهادوا تحابوا، والنبي قبل الهديه. ما اقبلش انا يعني؟ نكفر بقى يا ابراهيم. لا يا استاذ سيد، ما اقبلش واكفر. ايه يا باشا؟ ايه انتوا عايزين تكفروني؟ عشان كده الالحاد مال الدنيا. لا تفهم بقك يا ابراهيم، ما تبوظش يا ولا العمره اللي انت لسه عاملها. استغفر الله العظيم يا رب. عمره؟ انت إيه؟ عملت عمره؟ ايوه. ماشي، بمناسبه العمره بقى، تقدر تقول يا سيد بيه ايه اللي يخلي واحد رجل اعمال زي فتحي المنشاوي يدفع لك فلوس العمره اللي انت لسه طالعها اخر مره؟ لا يهديني برحله عمره، لكن يدفع لي فلوس دي ممكن تحمل معنى وحش. يا سلام، يهديك برحله عمره انت و32 واحد كلهم من قرايبك ومعارفك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي العمرة كمان بقى فيها كلام؟ يعني لو أنا مثلا يا بيه ماشي أنا والواد إبراهيم ده في الشارع، واحد قال لنا تعالوا يا جماعة صلوا معانا العصر، أقول له إيه؟ ما نخشش؟ ما نقضيش الفريضة؟ معقولة؟ بالعكس، ده أنا ألم كل حبايبي والناس في حضني كده وآخدهم معانا ونروح. تاخد 32 واحد معاك وتسافروا؟ ثواب الجماعي. وكلهم يكونوا قرايبك؟ ما هو الأقربون أولى بالمعروف. المعروف؟ ماشي. والمعروف بقى بيقول ان نفس رجل الاعمال فتحي المنشاوي يبقى حاطط عينه على حته ارض تبع المحافظه وياخدها بدون مناقصه. بلاش ده كله، في 3 عربيات عندك، BMW وعربيتين مرسيدس، كل دول جولك هدايا برضو؟ هديه ايوه، بس مش ليا انا هاخد هديه عربيه ليه؟ وانا مرتشي؟ بشر. لا ما انا حاسس من كلامه اني مرتشي. بشر يا استاذ سيد، فيه ارتشا في كلامه يا ابراهيم. هجيب لك حقك. ماشي ما اسمحلكش تغلط في استاذ سيد. انتمي. اسكت، أنا بكلمه يبقى تسكت. أنتيمي. اسكت. هزق نفسك ليه يا إبراهيم؟ يا أستاذ سيد افهمني، أنت راجل كويس ومش مرتشي، أنا عايز أفهم العربيات ما جاتلكش أنت، أمال جات لمين؟ للعيال الصغيرين، هندي وحمادي. أهو هندي وحمادي. إزاي يعني؟ بنت في ابتدائية وعيل عنده 3 سنين يجي لهم هدايا عربيات إزاي؟ أرزاق. ما هو يا بيه أصلاً فيه لبس ورا الموضوع، أنا ما قلتلكش اللبس. ما قلتليش حاجة. ده لبس كبير قوي. أنا عملت حفلة عيد ميلاد للعيلين مع بعض، ما أنا ما أقدرش أعمل غير حفلة واحدة، أعمل 2 إزاي؟ أنا موظف غلبان. عملت حفلة. ما انت يا ولي جيت الحفله. ايوه جيت عيد الميلاد. ايوه كنت لابس طرطور وعمال اغني هابي بار زيتوني. هو انت اللي اكلت التونه؟ ايوه بس زعلان منك يا استاذ سيد. ليه يا ولد الحفله حلوه؟ اكلت من الطرطه البيضه. ايه ما دوتش التشتلت؟ ما دوتش الغم. ايه ما دوتهاش؟ شفت الحاجات الحلوه الصغيره اللي بيقولها. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سعد. يا سيدي ايه اللي حصل بعد عيد الميلاد؟ ايوه دخل عليا صاحبي رجل الاعمال محمود ابو ليلى علشان يجي يحضر الحفله. محمود ابو ليلى بتاع التوريدات الحكوميه؟ ايوه. هو صاحبك؟ ده حبيب الروح بالروح. وايه اللي حصل؟ قال لي يا سيد انا محتار في ولادك دول، اجيب لهم ايه هدايا؟ قلت لي يا ابو ليلى ما هم عيال صغيره عايزين يجروا ويلعبوا، هات لهم اي حاجه، هات لهم عربيات. طب يا سيدي ما انت بتعترف هم فين اللبس بقى؟ يعني دلوقتي انت اللي طلبت منه يجيب لك عربيات تمنها فوق ال 4 مليون. ما هو اللبس سيادتك ان هو ابو ليلى دخل عليا وجايب العربيات اللي مذكوره قدامك دي هي. قلت له معقوله يا ابو ليلى؟ معقوله؟ يعني انت داخل عليا بالعربيات دي؟ انا قصدي عربيات بتاعت عيال صغيره من اللي هي بريموت. قال لي ما العربيات الكبيره بردك ليها ريموت، واداني من كل عربيه ريموت نسختين وكسفني قدام الناس. فاكر الكسف؟ كان وشك هيطق حمار، جرحني من جوه من لله. وطبعا حضرتك قبلت الهديه عشان النبي قبل الهديه. ما شاء الله عليك. شفت يا باشا لما خدنا ودينا في الكلام مع بعض الحقيقه بانت ازاي؟ اهو انت اللي قلت مش انا. ماشي يا سيد بيه. طب وبالنسبه للمزارع اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ها، والفيلا اللي في التجمع، وشنطه المجوهرات اللي فيها 4 كيلو دهب، كل ده برضو عادي؟ شوف يا باشا، ما دام وصلنا لكدي يبقى انا لازم اعترف لك. يا ريت. العلبه دي كان فيها رشوه. إيه؟ لا ايوه، وانا جاي النهارده برجلي عشان ارجعها للحكومه. اهي السبحه دي اهي، ما تقعدش في جيبي ولا ثانيه. شفت يا باشا؟ شفت رمز بيدي دروس بالاخلاق والانسانيه. ولو انها غاليه. رجعها. ما تحملش. رجعها له. ما تحملش يا ابراهيم، لا والله. افرح بيه. ما تحملش. غاليه ايه دي؟ بلاستيك. اظن كده يا باشا بعد ما الحاجه كلها رجعت للحكومه يبقى ممكن اروح انا والولا ابراهيم. انتوا عايزين تروحوا؟ اهدي اهدي. هو بيضحك على ايه؟ انت بتنشر البهجه في المكان يا استاذ سيد. يا ابراهيم انت بتجيب الكلام اللي بيعجبني ده منين يا ولي؟ يا بهجي. لا بس يا ولي بقى، مش للدرجه دي يا بهجوجي بس يا ولي. يا فرج. بسم الله بسم الله يا استاذ سيد، مد ايدك بالك بتاع ساعه ما اكلتش. ولا يا ابراهيم، مين اللي جاب الزياره الحلوه دي يا ولي؟ الاستاذ هشام صاحب ابراج العلم والايمان اللي كان مقدم على تعليق 3 ادوار. يخص عليك يا ابراهيم. ايه يعني في مصلحه عندنا؟ يعني هندخل جفنه لقمه حرام؟ لا ما تقولهاش يا استاذ سيد، ما احنا خلصنا له المصلحه خلاص. يعني الاكل دي يعتبر محبه، يعني المصلحة انتفت تماً، والأكل دي البطة دي تعتبر هدية. افتح يا أستاذ سيد. لا ما دام هدية يبقى النبي قبل الهدية. استنى ولا بتاكل الورك ولا السيدر؟ اللي يفوت من جوفك يكفيني يا أستاذ سيد. يا حبيبي يا إبراهيم يبقى استنى الزلموكي. عيد الأضحى احنا سميناه ايه؟ لا انت هتقعد تعمل لي كده. ما تقول انا بسالك اسئله سهله. عيد اللحمه. مس اهو باشمهندس معانا كسب. معانا كسب بس هنعيد بسببه بقى. ممكن في الاخر تبقى سن الزلموك. ايه؟ نضحك مع بعض. حاضر هتبقى انت تبقى واصلين لبعض. كان نفسي نقطع. يا اخي سالم يلا. كان نفسي نقطع البطايه. تشد الجمل شويه فاهم؟ ولو ان انا كنت كويس جدا. يعني فاهم، هي مش حوالين الترهلات. لان لو الهدايا دي هتعذبك. معلش انا اسف تاني. مش هتجيب لي بقى العجله اللي انت وعدتني بيها؟ ثانويه هي دي شهاده لما تنجح في لا تتخض من ايه؟ مفيش، انت ما حمرتش بطاطس في البيت قبل كده؟ فيه هرتشه في كلامه يا ابراهيم. هجيب حقك هند وحمادي. وانا جاي النهارده برجلي عشان ارجعها للحكومه. اهي السبحه دي. ايه بتشاوروا على ايه؟ عرف ديك. عرفت منين ان هي مش عرف ديك؟ لسه لازم اقول سمارت فون وجمل تانية. طيب انا اسف. اصبر عليا اصبر، قول جملتك. دي ذهب؟ طبعا يا ريس، ولو كان في منها الماظ كنت جبت لك منها 2. هو في، بس انا هفوتها لك المره دي. حبيبي. ايه؟ حضرتك تروح فين؟ عيد الحب فالنتاينز داي. شوكولاته وقلوب حمراء، دباديب حمراء، وفلوس حمراء، تثبيت كتير، خناقات كتير، احباطات كتير. أستاذ شكري ألف مرة أستاذ شكري. الحكومة بتدير وقت. صوتها باظ بيرسنس كمان. عمال انت بترسم؟ كمان هتبيعها لي؟ اللي ماشي وسطينا متعنتز وبيستلف ثمن البامبز. انت ركزت على الفيلم. يلا يا جدع محمد. قلت لي اسمك ايه يا حبيبي؟ انا يا فندم ريهام عبد الغفور. ابقي قابليني يا ريهام لو شفتها تاني. الناس ضحكت، المفروض ما يضحكوش. يعني لو انا مثلا يا بيه ماشي انا والواد ابراهيم ده في الشارع اكشن، سيبه يا فتحي يمكن عايز يتفضح وسط الزملاء. لا ما انا حاسس من كلامه ان انا مرتشي. اسكت في ايه؟ لا انا بقى اوكي افتكرت في حاجه غلط. طيب جامل عشان تتجامل. فرح اسماء، حنة علياء، خطوبة شيماء، احزان السماء، خرج علاء.